عندي سؤال للشيخ حسام لو سمحت. طبعا اتفضل. عنده ايه؟ سؤال. عندي ديك ليا عنده حاله نفسيه ومكتئب، يعني بيمر بظروف صعبه جدا. ايوه. فانا يعني عشان ابشره وعشان افرج عنه وكده قلت له ده انا شفت لك رؤيه جميله وحاول يعني ان شاء الله هتنفرج يعني وربنا هيفرج عليك والعمليه هتبقى كويسه. ايوه. فبعديها بيوم وكده عمال بدات الدنيا تنترك معاه وعايز يعرف الرؤيه. وانت ما شفتش رؤيه. وانا ما شفتش اي رؤيه ولا اي حاجه. تمام. فانا مش عارف اقول له ايه ومش عايز اكذب عليه يعني في نفس الوقت. فمش عارف اقول. طيب ممكن الشيخ عصام ان شاء الله يجيبك وتسمعه وتقول له اللي الشيخ عصام هيقول لك عليه ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ منسي. هو استاذ منسي يعني من باب ان هو لقى اخ ليه في ضيق شديد جدا وفي كرب شديد جدا وعايز يساعده باي طريقه فمش عارف، فقام جاي بدا يسوق له بعض البشريات، فقال له انا شفت لك رؤيه جميله وان ربنا هيفرجها وان شاء الله الكرب ده هيزول والدنيا هتبقى كويسه. فبيقول سبحان الله تاني يوم بدا الكرب ينفك شيئا فشيئا. فالراجل اللي هو الكرب بدا ينفك عنه ده اصر بقى يقول له لا احكي لي بقى انت شفت لي الرؤيه الحلوه دي شفت فيها ايه؟ فبقول انا ما شفتش رؤيه ولا حاجه ومش عايز اكذب ومش عايز اقع في القصه دي. الانسان ما يقولش ما لم يحدث. ايوه. يعني كان ممكن يبشره باي شيء والقران وربنا قال والسنه والحياه والدنيا ويا ما شفنا. اما انه قال له هو الراجل جات معاه وافرجت فيبقى يقصد بالتعريب بالكلمه رؤيه ان هو يعني كانه راى فيما يرى وهو مستيقظ يعني ان ده ستفرج وتحل يعني. شفت ايه؟ شفتك انك انت قمت من الازمه دي وتعافيت وان انا كنت بطمنك وبشرك وربنا عافاك يعني. تمام. بس خلص. حلو كده. خليه في هذا الاطار يعني. طيب تمام جزاكم الله خيرا.